التابعة للفيفا بعد وصولها إلى قطر، بدأ رئيسها تشيلي هارولد ماي نيكولز متأنم في خطواته وكلماته أيضا، وباستثناء إشادته بكرم الضيافة القطرية لم يؤكد نيكولز حقيقة في بداية زيارته سوى أنه وعد بكتابة تقرير موضوعي يساعد المصوتين على اختيار البلد المناسب لاستضافة مونديال 2022. نعبر عن إعجابنا بهذا الترحيب ونعد كل شخص هنا بأن التقرير سيكتب بشكل موضوعي، لأننا سنضع فيه كل المعلومات التي يطلبها أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا لكي يبنوا عليها قراراتهم. وعلى العكس تماما، ظهر رئيس ملف ترشح قطر لمونديال 2022 محمد بن حمد الثاني مبتسما هادئا ومتحمسا عندما استعرض إمكانات بلاده، تصريح مقتضب لكنه بث الثقة في أن الأحلام سرعان ما تتحول إلى حقيقة في قطر. نود أن نحقق هذا الحلم في الشرق الأوسط، والفيفا تعرف أن هناك إمكانيات موجودة لدينا في خلال الأيام الثلاثة المقبلة، سنحاول أن نتعرف على أن قطر من الممكن أن تكون شريكا مع فيفا في عام 2022. وأخيرا أود القول بأننا أيضا سوف نكون صادقين عن معنى هذا الحلم لملايين ومئات الملايين في هذه المنطقة. درجة الحرارة المرتفعة نسبيا في فصل الصيف ليست عقبة حسب القائمين على ملف الترشح، وهنا الدليل. هذا النموذج المصغر لملعب كرة القدم هو جيل ثان مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في التبريد، سيتم تطبيقه في كافة الملاعب لتخفيض درجة الحرارة إلى نحو 27 درجة مئوية في داخل الملعب ومحيطه. ملعب السد نموذج أكبر من الجيل الأول لتلك التكنولوجيا. أعضاء لجنة التفتيش الدولية لمسوا الفارق في درجات الحرارة داخل وخارج الملعب. فتحات التبريد هذه قد تصبح في يوم من الأيام إحدى مقاييس الفيفا لدى تشييد الملاعب في البلدان الحارة، ولعل هذه التجربة تستنسخ في بلدان أخرى لكن باردة من أجل تدفئة. صفوان أبو شنب، الجزيرة الرياضية، الدوحة. ونبقى مع صفوان أبو شنب لمتابعة نتائج ختام اليوم الأول من زيارة اللجنة التفقدية للفيفا لدولة قطر، حيث ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من ملعب جاسم بن حمد. مساء الخير مجددا صفوان. بالتأكيد هذه الزيارة الأولى خاصة لهذا الملعب، ملعب جاسم بن حمد، له تأثير خاص على اللجنة التفقدية. ما هي ردود الفعل الأولية عندك صفوان؟ دعيني أنقل أولا ردود فعل بعض الصحفيين الذين تواجدوا في هذا الملعب. نحو 100 صحفي من كل أرجاء العالم تواجدوا وتابعوا مباراة فريقي السد والريان في افتتاحية الدوري أو دوري نجوم قطر، وبحضور وفد لجنة تفتيش التابعة للفيفا. ردود أفعال الصحفيين، كان هناك الكثير من الاستغراب والتفاجؤ في لدى البعض. الكثيرون منهم يقولون أنا أشعر بالبرد، لا أصدق بأن درجة الحرارة في الخارج تبلغ 37 درجة مئوية. لاحظي حذام، درجة الحرارة داخل هذا الملعب هي 19 درجة مئوية فقط، ربما هذا أفضل مما كان تنتظر اللجنة المنظمة، قالوا 27 درجة مئوية. بطبيعة الحال حسبوا هذه الدرجة خلال النهار وخلال أشعة الشمس. 19 درجة مئوية جعلت كل من هو في هذا الملعب يشعر بالبرودة. بطبيعة الحال قد ترفع هذه الدرجة لتلائم الموجودين خلال في المباريات التي تتم في الليل مثل هذا التوقيت. بشكل عام ردود الأفعال، أنا واثق من أن الصحافة العالمية والعربية ستخرج علينا صبيحة الغد تكتب عن ملف قطر وتقنع بأن هذا الملف هو من أرض الواقع، والآن الناس تلمس هذا الشيء، لا يسمعون عنه، لا يتابعون مجرد تقارير، هم موجودون في قطر يتابعون مع لجنة تفتيش الفيفا. لا أعلم ماذا يمكن أن يكون رأي لجنة الفيفا، ولن يعلم أحد بكل تأكيد حتى يكتب هذا التقرير ويسلم إلى اللجنة التنفيذية في الفيفا، لكن نعم. من الواضح بما إذا ما كنا نحن هنا في المدرجات نشعر بالبرد، أنا متأكد بأنهم أيضا شعروا بهذا البرد. بالتالي لا أعتقد بأن مسألة الطقس سوف تكون أي عائق أمام ملف قطر للتنظيم، ونحن نتمنى ذلك كذلك. صفوان، شكرا لك على هذه التوضيحات.